من ضمن الأجزاء المعقدة في المعدة واللي عليها أحمال كتير هو البوم أسمبلي. عشان نكمل البوم ديزاين محتاجين نضيف أجزاء عشان نوصل الهيدروليك سلندرز بالبوم سبورت. طبعاً كديزاينر هبدأ أفكر إن الكومبوننت اللي محتاج أضيفها هنا إنها تأدي الغرض بتاعها وفي نفس الوقت تكون خفيفة الوزن وتستحمل اللودز اللي هيكون عليها، وكمان أراعي اعتبارات الصيانة إني أقدر أغير الجزء ده في أي وقت. من أول ما تبدأ تشتغل على تصميم على سوليد ووركس هتلاقي إن الإيزي إنترفيس والشورت كاتس الموجودة بتساعدك كتير إنك تقلل الوقت اللي بتحتاجه في التصميم، واللي بالتالي بيقلل الوقت اللي بتحتاجه عشان توصل للسوق. تقدر ترسم الجيومتري بكل سهولة وتضيف الدايمنشنز اللي محتاجها on the fly. هتقدر تضيف ماتيريال بمجرد انك تعمل دراج للجيومتري في اتجاه واحد او في اتجاهين في نفس الوقت. وتقدر ترسم السكتش وتعتمد على سوليد ووركس ان هو اللي يعمل فولي ديفاين للسكتش. سوليد ووركس مش بس ضاف الدايمنشنز اللي محتاجها، لا كمان ضاف الريليشنز، وكل ده بوان ماوس كليك. ولو محتاج تستخدم اي جيومتري من اللي موجوده في البارت في اي سكتش تقدر بكل سهوله تختار الجزء ده وتعمل له كونفرت، والاهم انك هتبقى متاكد ان اي تغيير هيحصل في الجيومتري هيسمع معاك في السكتش. وعشان تستغل السيمتري اللي موجوده في ديزاين زي ده تقدر تستخدم الدايناميك ميرور. اي حاجه هترسمها في اي اتجاه هيحصل لها ميرور في الاتجاه الثاني في نفس الوقت، وفي النهايه هتلاقي ان السكتش بيحافظ على السيمتريه وانت بتضيف الدايمنشنز والريليشنز اللي محتاجها. ودلوقتي عشان تضيف ماتيريال ما بين التو سلندرز انت مش محتاج تعمل تريم للسكتش، تقدر تختار اي ريجن في السكتش وتضيف ليها الماتيريال، وكمان تقدر تعمل ريموف ماتيريال، واي اجزاء زياده تقدر تختارها وتعمل لها ديليت، والسوليد ووركس هيعمل باتش مكان الاجزاء دي. الديزاين ريوز بيوفر الكتير من الوقت، ومن الحاجات المهمة جدا في سوليد ووركس اللي بتساعد على الديزاين ريوز هو الديزاين لايبراري. سوليد ووركس ديزاين لايبراري فيها الكتير من البارتس والاسمبلز والفيتشرز والانوتيشنز، وكمان لايبراري فيها الملايين من الستاندرد كومبوننتس. الديزاين لايبراري ممكن كمان تبقى كاستمايزد على المودلز الخاصة بيك. إعادة استخدام المودلز سهلة جدا، مجرد انك تعمل لها drag and drop في الجرافيكس اريا. في النهايه هتحتاج تعمل ديفاين للماتيريال. تعريف الماتيريال بارت مش بس بيغير الديسبلاي، لا هو كمان بيعرف كل الميكانيكال بروبرتيز للبارت واللي هتحتاجها بعد كده عشان تقدر تعمل فيرتشوال تيستز على الديزاين. ودلوقتي هنعمل دوكيومنتيشن للديزاين عن طريق ال 2D drawings. بانك تضيف اي فيو للوحه سهل جدا، مجرد انك تعمل لها drag and drop في graphics area واوتوماتيك هتطلع منها كل البروجكتد فيوز. تقدر تضيف section view عشان توضح عليها ابعاد اي اجزاء مش ظاهرة في الموديل، وعشان توضح اكتر تقدر تعمل detail view بكل سهولة. هتقدر تضيف الدايمنشنز للفيوز الجديدة زي قبل كده بكل سهولة. هتضيف كل الدايمنشنز اللي عرفتهم اثناء الفيتشر كرييشن على الدروينج بوان ماوس كليك، وتقدر بكل سهوله تعمل ريبوزيشن للدايمنشنز دي بالشكل اللي تفضله.